بسأل عن ميو قديش قيمة الريلاتيف بيرمابيليتي. هذا السؤال بي جزء بي جزء A جاوبنا اللي هو كان الكرنت بده يساوي 0.33 أمبيرز. هلا هون السؤال بسأل عن الريلاتيف بيرمابيليتي، شو العلاقة بين بيرمابيليتي بين بي و اتش؟ متذكرين؟ متذكرين هذا حطوا بي إذا بدكم بتساوي ميو في اتش. شو يعني هذا؟ بقول السؤال بقول القانون إذا بدنا نفهمه فيزيكلي، نقول كمية الماجنتيك فيلد فلكس دنسيتي اللي بتتكون في هاي المادة بتعتمد على شغلتين، بتعتمد قديش أنا حاطط ماجنتيك فيلد سترينكس اللي هي العلاقة طبعا بعدد اللفات والكرنت اللي ماشي فيهم ان اي، كل ما زادت ان بتزيد هاي، كل ما زادت اي بتزيد هاي، وكل ما قل المين كور لينكث بتزيد مش هيك؟ لانها بتصير تشتغل مسافه اقصر. وايش؟ ميو. ميو اللي هي قابليه هاي الماده اذا بدنا نستعمل هذا التعبير العام للمغامره. طبعا هاي بتساوي ميو ريلاتيف في ميو نوت في اتش مش هيك؟ فميو ريلاتيف في ميو نوت تساوي بي على اتش. اذا بدي الاقي ميو ايش بدي اعمل؟ عم بيسالني عند هاي النقطه قديش قيمه ميو؟ لاحظوا هون عند كل نقطة في قيمة لميو اللي عبارة عن هذا الطول مقسوم على هذا الطول، عند هاي النقطة هذا الطول مقسوم على هذا الطول مش هيك؟ إذا عند هاي النقطة لاحظوا هذا مش السلوب، ميو هون مش السلوب، إيش هي؟ الأبسولوت فاليو على الأبسولوت فاليو. إذا عند هاي النقطة قديش كانت بي؟ 0.8 قديش من اتش؟ 120 مضبوط؟ فصارت عندي هلا ميو ار ميو نوت بتساوي 0.8 على 120، بس ميو نوت احنا عارفين قيمتها مضبوط، فبصير عندي ميو ار بتساوي 0.8 على 120 على 4 باي تايمز 10 تو ذا ماينس 7. حد يحسب هذا الرقم شو بيطلع معاه؟ 5350 5252 مضبوط؟ 350 300. هو في ستة، هاي ستة وستة ولا؟ طيب أنا راح أحط الرقم، أنت قديش بتقول الرقم؟ 5252، أنت بتقول 5305 يعني واحد من هذول الرقم. طيب نطلع على هذا الرقم منطقة، قديش ستيل كان عندنا متذكرين؟ كنا نحكي 2500، ممكن تكون مثل هاي 5000، أوكي؟ 5252، بس وين 5252؟ عند هاي النقطة. شو راح يصير هلا لما يبدا هذا يصير في ساتوريشن؟ شو راح يصير؟ راح يقل. لاحظوا لما بصير ساتوريشن شو راح يصير؟ خليني ارسم الكيرف تخيلي. عند هاي النقطة هذا الطول على هذا الطول مش هيك؟ عند هاي النقطة هذا الطول على هذا الطول. هلا لما بوصل هون اتش زادت، ما زادت كثير اتش من هون، عفوا بي، بي ما زادت كثير، مين اللي زادت كثير من هون لهون؟ اتش، فأنا عندي بي بي على اتش، اتش زادت كثير وبي ما زادت كثير، شو راح يصير في ميو؟ راح تبدا تقل، اذا كل ما دخلت بالساتوريشن اكثر هي قانونها. ساتوريشن اذا زاد ايش كمان بزيد؟ ايش كمان بقل؟ ميو او ميو ار. اوكي ماشي، فاهمين هاي النقطة؟ اذا انا بمصلحتي